إمكانية تصميم آلة ذكية قادرة على تقليل ومهاكاة عمل البشر. إذ يعرف البناء الذكاء الاصطناعي بأنه البناء المنطقي للبرمجيات والخوارزميات والشبكات العصبية التي تمكن الآلات المحوسبة من محاكاة الذكاء البشري في التعلم واتخاذ القرارات وحل المشكلات والتنبؤ بالنتائج والتوصيات، وكذلك المفاضلة بين الخيارات لتحقيق أهداف محددة. نمر إلى تعريف الإدارة الإلكترونية، وهي أيضا تعني استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المتنوعة في تسيير أداء الإدارة الحكومية لخدمتها العامة. وإذ أن الإدارة الإلكترونية بهذا المفهوم تعني عملية تحويل الإجراءات الإدارية التقليدية إلى إجراءات رقمية، مما يسهل على المؤسسات تحقيق كفاءتها وزيادة إنتاجيتها. إذ تشمل الإدارة الإلكترونية أنظمة معلومات التفاعل مع العملاء عبر الإنترنت ووسائل التواصل، وكذلك إدارة الموارد البشرية والمالية بشكل رقمي. المحور الثاني ننتقل فيه بعد ما عرفنا الذكاء الاصطناعي وكذلك الإدارة الإلكترونية، باختصار أنه الذكاء الاصطناعي هو محاولة يعني محاكاة الذكاء البشري عبر الآلة، بينما الإدارة الإلكترونية تعني استعمال وسائل الاتصال والتواصل في نقل الإدارة من النمط التقليدي يعني النمط الورقي والنمط البيروقراطي إلى النمط عبر الوسائط وعبر الوسائل الإلكترونية. طبعا في المحور الثاني نتساءل حول إمكانيات التي يجب أن نوفرها لكي ننتقل إلى يعني الإدارة الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وبالتالي لابد من وجود مجموعة من العناصر الأساسية. أولها أنظمة التشغيل وبرمجيات المعالجة، وهي عبارة عن أنظمة تشغيل الحاسب مثل يعني الويندوز والأندرويد وتنفيذ البرامج، كذلك توفير إمكانات التعامل مع نظام الملفات وغيرها. النوع الثاني من الوسائل الأساسية هو الشبكات التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من الحاسب إلى شبكات الإنترنت وأجهزة علمية تتمثل في الوصلات الإلكترونية الممتدة عبر النسيج اتصالي وبرمجة واسعة النطاق. تتطلب شبكات الإنترنت أو تعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الإدارة الإلكترونية وترتبط مباشرة بالبنية الأساسية أو الدعامة الأساسية للعمليات أو للإدارة الإلكترونية. أيضا شبكة الإكسترانات، وهي عبارة عن شبكات استجابة لما يتطلبه قطاع الأعمال من تشارك وتحالفات وما يقتضيه من أمن على المعلومات المتبادلة. طبعا هذا النظام يتضمن نظام البريد الإلكتروني، نظام البريد الصوتي، نظام الاجتماعات السمعية، نظام الاجتماع التلفزيوني، وكذلك نظام اجتماع الفيديو، ونظام إدارة الوثائق. ثالثا وهو الحاسب الآلي وملحقاته، ويعتبر الحاسب الآلي أهم يعني أداة تعتمد عليه الإدارة الإلكترونية. رابعا وهو عنصر مهم جدا وهو العنصر البشري، وهنا ليس العنصر يعني البشري بصفة عامة، وإنما العنصر البشري المؤهل أولا لصياغة برامج الذكاء الاصطناعي، وكذلك العنصر البشري المتميز في استخدامات الرقمنة أو الإدارة الإلكترونية. الخامسة وهو الإرادة السياسية. إذا لم تكن هناك إرادة سياسية بمعنى توفير الموارد المالية، توفير الموارد الاقتصادية، توفير
جميع احتياجات هذا التوجه نحو الذكاء الاصطناعي والرقمنة. وتعتبر الجزائر من خلال يعني كما ذكر السادة المتدخلون من خلال المفوضة أو من خلال اهتمامها للرقمنة بالإدارة الحكومية شدد الرئيس دائما في كل لقاءاته مع الحكومة على ضرورة التحول الرقمي نظرا لما يقتضيه من إيجابيات. المحور يعني الثالث وهو واقع استخدام الإدارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة في الجزائر. وهنا اخترت لكم يعني مجموعة من النماذج. الجزائر يعني قطعت أشواطا كبيرة في التوجه نحو استخدام الإدارة الإلكترونية وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي. أعتقد من النقاط الأساسية التي يعني قامت بها الجزائر وساهمت بشكل إيجابي هو الانتقال مثلا في وزارة الداخلية نحو يعني تعميم الوثائق الإلكترونية بدءا بشهادة الميلاد وصولا إلى جواز السفر البيومتري وكذلك بطاقة التعريف البيومتري التي تعتمد كلها على خصائص وحماية أمنية وسيبرانية. أيضا انتقلنا إلى الجامعة فرئاسة الجامعات وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملت شعارا في العديد من الأجزاء التي تقوم بها الإدارة تحت شعار صفر ورقة خاصة فيما يتعلق بمناقشات أطروحات الدكتوراه فيما يتعلق أيضا بمناقشات مذكرات الماستر فيما يتعلق بالتواصل بين الإدارة الجامعية والطالب. إذا التوجه نحو رقمنة كلية أيضا مهم جدا أن نشير إلى التدريس عن بعد وهو نقطة أيضا في التحول لمجال رقمنة الجامعة الجزائرية. مجال رابع وهو يعني رقمنة في وزارة البريد والتكنولوجيا الإعلام والاتصال خاصة عندما يتعلق ببريد الجزائر. فلو تلاحظون أنه بدأنا نتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي تجدون في مقرات الولايات مؤسسات التابعة لبريد الجزائر عبارة عن ماكينات فقط وباب يسمح للدخول عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي ببطاقة يعني بريد الجزائر يسمح لعدد محدود حسب عدد الماكينات. يعني إذا كان هناك أربع ماكينات يعني الذكاء الاصطناعي من خلال الكاميرات الموجودة في المكتب يسمح بدخول عدد محدد حسب الماكينات. إذا كان ثلاث يدخل ثلاث، إذا كان أربعة يسمح بدخول أربعة. وهذه نقطة يعني تحسب في مجال التوجه نحو الرقمنة. المحور الرابع والأخير هو تقييم لتجربة استخدام الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الجزائر. وهنا لابد أن نشير إلى إيجابيات التحول نحو استخدامات الإدارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. أول خاصية أو أول نقطة إيجابية في هذا المجال هو تقليل الفساد من خلال أن أنظمة الرقمية أو الأنظمة الرقمية تساهم في تحسين الشفافية مما يساعد على الحد من الفساد. ثانيا رفع الكفاءة الإنتاجية إذ يساهم استخدام هذه التقنيات في تقليل المهام اليدوية ويتيح للموظفين التركيز على المهام الأكثر استراتيجية. ثالثا تحسين تجربة المواطن التي تتضمن يعني تقنيات حديثة تحسين سرعة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين مما يؤدي إلى رفع مستوى رضاهم أو ما يسمى بالرضا الوظيفي. تحسين تقديم الخدمات أيضا أمن المعلومات يعني كما ذكر الأستاذ المتدخل من جامعة الملك خالد أنه المعلومات هنا من خلال إجراءات أمنية للأمن السيبراني
تصبح مؤمنة في الأجهزة وفي الحاسبات الإلكترونية. أيضا أنها تساهم في تحليل البيانات، إذ تعتمد الإدارات العامة على كميات ضخمة من البيانات تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات واستخراج الأنماط وكذلك التوجهات، مما يمكن المسؤولين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وأكثر فعالية. عوائق وسلبيات يعني التحول نحو الذكاء الاصطناعي والإدارة الإلكترونية. العنصر أو السلبية الأولى أنها تكون عرضة للتجسس، على الرغم من البرامج الحمائية التي تكلمنا عليها، إذ يعود ذلك لكون الإدارة الإلكترونية تعتمد على الأرشيف الإلكتروني الذي يكون عرضة لمخاطر يعني التجسس أو حتى ضياع الوثائق أو تلفها. أيضا زيادة التبعية للخارج، وهذه أكبر مشكلة بعيد منها، إذ أنه تصنع تقنيات الإدارة الإلكترونية غالبا في الدول الكبرى الصناعية، وهذا ما يجعلنا يعني رغم الجهود المبذولة في التحول نبقى تابعين لهذه الدول. أيضا قد يحدث شلل في الإدارة لأن التحول غير المدروس وغير التدريجي وغير المواكب للموارد البشرية وحتى الموارد المادية يمكن أن يعيق يعني التحول نحو الإدارة الإلكترونية. التخوف أيضا من اختصار العمل على فئة محدودة من العمال أو على أنواع متدنية من تبادل المعلومات عوضا عن تبادل المعلومات المفيدة. في الخاتمة أشير إلى أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية في الإدارة العامة الجزائرية يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين العمليات الإدارية وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين. بالرغم من التحديات يبقى الأمل في تحقيق أكثر إدارة أكثر كفاءة وأكثر شفافية مع استغلال هذه التقنيات الحديثة، لأن المستقبل هو للرقمنة وللذكاء الاصطناعي. من المهم جدا أن تستمر جهود الحكومة والإدارة العامة في الجزائر في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإدارة الإلكترونية في مختلف المرافق والمؤسسات الحكومية والخاصة، مما يساهم في تعزيز جودة الإدارة العامة وفعالية المرفق العمومي وتحسين حياة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة. في الأخير شاكراً للقائمين على هذا الملتقى مرة أخرى، شاكراً للأستاذ رئيس الجلسة على إعطائنا الوقت الكافي لعرض هذه المداخلة، شاكراً للأساتذة الأفاضل والطلبة كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.